اعطوني فايز محسن وجهزوا الفيديو حقه. والله العظيم يا اخي تخليك 100 ثواني الله يحفظك. احسك ما عرفت. فايز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على وغلا تشوف الشاشه؟ اشوف الشاشه واشوفك. طيب. الفيديو جاهز يا شباب، طلعوا لي الفيديو. طقم وخبطه بالعصا. لا ما احنا ناس اللي في يد. لا احنا ناس فين. اسمع انت ويا اثنين تعلمونا ذا الحين. لا ما نعلمك. تشرحونا. لا ما انا ملاحظاتكم. صلع وصل. ملاحظاتكم. انا ما شرحت لك شيء. ملاحظ يا اخي جاوبني يا اخي. عند... انا رجال اسال. دقيقه يا ولد دقيقه. رجال عنده بعض. تشرح لي. اي تعلمني. علم نفسك انت وياه ذا الحين. طيب اسفين. انا يمكن اني لاحظها فيك وانت طالع لي فوق المسرح عنك. انت وانت وانت وانت. لا 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 الشيء الواضح. صح صح قول 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 اي شيء ملاحظه فيني قول. انت انت يا طيب انت براسك. طيب سؤال سؤال يا خالد. هذا الرجال يا الله. ما عنده مجامله. اسمع. احب الرجال اللي الله ما عنده مجامله. اديني انت وياه ولد. شوف شوف غتره وعقال يا رجال يا رجال فايز السلام عليكم. ارحب يا مرحبا. شفت الفيديو صح؟ نعم. ليش رديت على الاثنين هذولي والاخرين من زمائك اللي طلعوا على الستيج سلطان والشمري ما رديت عليهم؟ عشاني والله امزح معهم جدا. هذول تراني امزح والله بالكلام. شلون تمزح؟ كذا يعني ابى امزح معهم شوي يعني. لا ما كنت تمزح. اقسم بالله اني امزح. اول شيء لا تدخل حلفنا هنا اول شيء عشان بس عشان انت مصدق في فكره وانا مصدق في فكره. احنا الان جالسين نتحاج في حجه معينه. أسمع. انا جايبك ومتعمد اني ما اجيب المحور قبل لا تجي الا اتناقش معك. اذا بررت التبرير اللي في بالي انا بوقف معك. طيب من النهايه اعطيك اياه. طيب طيب وبكون واضح. طيب وقلت الفات قلت اذا برر التبرير اللي انا ابغاه بوقف معه. طيب اذا ما برر التبرير بقول الرجل هذا ما صدق في كلامه. طيب ليس فهمها ليس ان مساله التبرير اللي في بالك ليست ارغاما على لا لا ما ارغاما على التبرير اللي بس اللي في بالك التبرير الصحيح منطقي هو اللي انت تقدر تطلع من المشكله هذه كامله. طيب اسلم تفضل. صل على النبي. صل عليه. الاول من الاولات انا رجال امزح مع الرجاجيل اللي هو خالد القحطاني وابراهيم الدهمي وهو داري اني امزح معه. الرجال انا مو معه وانا جاي معه اصلا بالسياره. طلع الرجال على الستيج. ايوه يقول خلوكم على طبيعتكم. طيب وكبوا منكم الرسميات. والمشكله انهم هم لابسين عقل وشموغ ومرسمينها شوي. لا لا هو ما قال كبوكم الرسميه، قال في ناس يتلقفون على الهواء ويطابرون على الكاميرا ينطون على الشباب يتدخلون يقطعون اصوات عليه يقطعون عليه الجلسات، صح ولا لا؟ صح. اي ما قال الرسميه. شوف ما وقت انت ما كنت مرسم، كنت يعني عاصب راسك يعني مو يعني مو بالرسميه اللبس الزي السعودي الرسمي يعني. صادق. فما كان يتكلم عليك بشكل صادق مباشر. صادق صادق. فليش تحسست من هذا الموضوع؟ ما تحسست والله. طيب انا بس امزح معهم الموضوع كله. شوف شوف هي على خطين. شوف يا حبيبي امسك يا فهد لانه الى الان ما مسك التبرير وانا ما زلت بر التبرير اللي انا ابغاه. صادق. طيب التبرير اللي انا ابغاه وترى هو المخرج طيب الصحيح. التبرير اللي انا ابغاه ايه؟ ابغى اطلع في الموضوع هذا اللي هم يسولفون فيه بس. تبغى تطلع ايش؟ ابغى اطلع في الموضوع اللي هم يسولفون فيه، ابغى اتداخل معهم بس تداخل. يعني تبي تسوي شو صغير يعني؟ نعم استلم لانه للاسف هو من يعني من انزل لانزل في الشيء اللي برا. افا يا علي والله فايز تبريرك مو سليم. ولا لا وقف ما استلم فهد معيان برجع لك بعد شوي. يا فايز يا حبيبي يعني انت الان اللي جلست تسوي كله عشان الشو. ما هو بشو يعني اسوي يعني اني حدث حدث ارد عليه يعني انت بس. انت طال عمرك تقول للرجال عطني العصا وتهز خوياك بالعصا. لا أسكت لا لا أسكت لا والله اني احترم. اصبر اصبر صل على النبي. يا جماعة الخير فايز الآن يهوز خوياه يقول جيب العصا يهوز الرجاجيل بالعصا عشان حدث عشان مشاهدات. هذا أنت قلتها بلسانك مو أنا اللي قلتها. وإن كنت طال عمرك تمزح على على حد قولك خليني آخذ إنك تمزح. نعم أمزح. طيب يلا يعني حقة الحدث هذه بنمشيها وبنقولك تمزح. طيب الآن الناس تتكلم جد. لا خطبوك الرجاجيل هم جادين. أم مزحت معهم إحدى أمرين، يا أنك تستهتر في عقولهم لا. يعني عقولهم فيها بلا والرجاجيل حكون جد واستهتر فيهم ولا الله. اني انا ماني قد مقام هذا الكلام فانا جميع حياتي هزل. أيوة. واستهتار واسفاف ومنظر ما يليق واتكلم على اخوياي. لكن انا توقعت انك تبرر كل تبرير ترى انك تجي تقول والله اني ابغى اطلع معهم في المشهد وقمت اهوز الرجاجيل واقول جيب العصا جيب العصا جيب العصا بتضربه. لا والله ما يستاهلون اصلا. ليش تقول جيب العصا؟ يا اخوي كذا مزح يا تدري أول. تدري عصا من هي له؟ العصا لمن عصا؟ لا ما هي العصا ما هي للرجال. العصا للبهيم.
الله يعزهم العصا ما هي بالرجل الله يعزهم والله إيه؟ ما ذا بقصدي عندي دليل الله سبحانه وتعالى يوم سأل موسى عن عصا قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهز بها على غنمي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أما أنك تكلم الرجاجيل وتقول أهوزكم بالعصا جيب العصا جيب العصا تجي تقول أطلع حدث يعني لا منظرك لايك ولا منظر خويك زين واللي طلعت بتفاهة وتيجي طال عمرك يوم طلع الشمري تقول انت الوحيد اللي متجامل انت تنظرون علينا علموا انفسكم انتوا اللي تطمرون على الكاميرات ونزل خالد القحطاني واضح ما فيها اي مزح قال لك يا حبيبنا انا اقول الكلام اللي في صدري من رضي رضي ومن يزعل يسكع براسه بالجدار بتقول له اجلس 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 هذا اسفار هذا مزح هذا مزح لا لا هذه مسخره مش مسدي امن بالله تمام خلينا نمشي مع انه مزح زي ما قال فايز والله يعطيه العافيه لما طلع فيصل الشمري وقال كلام بس بطريقه ثانيه ارمش ما كفو بيض الله وجهك مزح معناتها ايش قال مش قال فيصل عطنا ايش قال فيصل فيصل ايش قال قال فيصل يا شباب كلامكم صحيح بس خلوا الناس يعيشون على راحتهم يعني ما هم مزح خالد قالها بنطاق وفيصل قال بنطاق يعني خالد غلط وفيصل صح لا فيصل قال خالد يقول المشكله انهم مختلفين في الراي طلع ايش اسمه الشمري فيصل يقول ايش يقول قال يطلع عمر السلامه كلامكم صحيح بس خلوا الناس يعيشون على طبيعتهم الصحيحه وشغلهم انهم يطمرون ويشاركون ويسوون كذا يتخاصمون مع بعض عندي سؤال بس انا عندي سؤال انت يوم قلت لفيصل كفو وحذفت الوتر كنت تمزح بعد لا مشوش كذا يعني شوي تمزح ولا ما تمزح ماني امزح مع فيصل من جدي اه يعني انت مع العاقل عاقل ومع المهبول مهبول هذا تفسيرك يا حبيبي لا يا حبيبي يا ابو معيان صل على النبي يا علي صل على النبي اذا كنت انا وياك نتناقش في 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 موضوع معين جد ومعنا واحد ثالث وانت تناقشني بعقلانيه واقوم انا اتهزا بك واذا تناقش الرجل الثالث اعطيه وجهي واناقشه بكل عقلانيه فيه فيه استنقاص وهنا لا فيه ناهيك اني اذا قلت لك اذا قمت يا علي على الشاشه قلت جيب العصا جيب العصا ايش ردت فعلك اعطيك من هاي الصدق صحيح ولا صحيح. بعدين يطلع في بعض الشباب هنا في النسخه ولا يزعلون من الجميع يحاولون استصغار بعض الاخر نعم بعدين يطلع الجميع في بعض الاحياء والمواقف في استصغار تام 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 المصيبه في نفس الجلسه متعب ترد على سالم يوم ذكر فيصل لا تكون بثر قال قصدك سالم قصدك سالم الشباب جالسين يستشفون في سالم ويظهرون سالم بمظهر سيء تمام ويتعمدون لا تزعل مني وبثر منين جابوه يوم قلنا ايوه يوم قلنا واحد عاقل فتوقع الشباب جالسين يتشفون في بعض يتوقعون أيوة. التشفي هذه اني انا بطلع على بعض الشباب اعطيك صوره بسيطه اعطيك صوره بسيطه الان بس صوره بسيطه جدا الان الاخ الفاضل هذا حدث وسوء كيله يا ليته قال ما مزح بس في بدايه النقاش معه قال والله ادور مشاهدات بهذه الطريقة على زملائك لا ما هو بمشاهدات أنت تقول ما قلت مشاهدات تبي تدور مشاهدات لا قلت مشاهدات قلت أدور حدث تبي تدور حدث يعني إيش يعني حدث يعني أثير جدل اللي بصير يعني تدور مشاهدات شو ما هذا دخل مشاهدات وش يعني إثارة جدل يا حبيبي يعني أثير جدل في هم خلصوا كلامه ما انتهى كلامه أثير جدل عند من عند الجمهور صح عند أخوياي والله والجمهور عند الجمهور أخوياي وشافوها الجمهور شفت يعني تدور مشاهدات لا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يا علي يوم تقول إنهم يتشفون في بعض ايش رايك في ناس مع احترامي الشديد يعني هم يقولون ليش نبكي على اللي راحوا على قلب اسمح لي اللي راحوا رجاجيل صاملي الرجال لما قال والله رجاجيل ان شاء الله والله تبغى صدق والله رايح حركاتك هذه انك تروح طال عمرك على ظهر خوياك تهوز الرجال بالعصا وتحاك عليه بعدين تجي تقول ادور حدا عطني والله والله غني منك الله لا يرزقني بواحد زيك انا امزح معهم ترى يا رجال مزح طيب مع فيصل الشلبي ما تمزح فيصل يا مهم اسمح لي فيصل يا مهم عامك وبيوقفك عند حدك ما تقدر تهوزه بالعصا ما مزحت تقول اكلمه جد انا كان وقفوني ايوه كان وقفوني صدق علي يا فهد على ما قلت على بعض خوياك ابشر وصياح وهوزه بالعصا وعلى بعضهم وعلى بعضهم تحذف غترتك وتسكت وتجلس وتسمع خل ابراهيم يهوزني ايوه خل ابراهيم يهوزني خل هذا يهوزني ما نبقى الا شيء لا 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 كان هوست فيصل كان هوست فيصل الشمري فيصل في الدور فيصل يا اخوي فيصل لحاله ذول الحال ايوه خليهم راح وجاء ما له دخل فيصل اللي خبطني من الناس يا حبيبنا فيصل اللي خبطني بيخبطني يا حبيبي ايش تدور من الناس يجيك في الكونفشن روم بعضهم يجيك عند المعدين بعضهم يقول انا والله اني اتمنى اني اكون مع يجي جمهور والله بعضهم اخرهم متعب ايش اسمه هذا بالربعه برقع متعب يقول
يعني اربعه اللي انا جاني اخبار عنهم يجي يقول ليتني مع النسخه السابقه. اسمح لي يا سلطان، وقف سلطان، انت عارف خوياك اولا يوم تقول الجمهور يقول النسخه افضل منها، خوياك انفسهم يقول النسخه الاول افضل. انفسهم وشاهده شاهد طيب صل على النبي، تقارن النسخه الاولى بالنسخه ذي في اربع ايام؟ يا حبيبي خوياك انا ما قارنت، خوياك قارن. فايز خوياك قارن. دقيقة، أنا قارن في يوم، أقارن في يومين، أقارن في ست ساعات، في أربع ساعات، ما عندي مشكلة. ما هو أنت لا تقارن الكم بالكم اللي تبغاه، أنا قارن بالأداء. أنت في ست أيام أو أربع أيام الآن ما أنت عارف، البعض والجميع وجالسين تشفون في بعض. يعني النسخة الماضية ما كانوا يسقطون على واحد ويمسكون الواحد إلا يحجروا في يعني سالم، بغض النظر سالم يخطئ أو يصيب، اللي هو سالم على طرف لسان كل واحد فيكم في بعض الشباب 24 ساعة. نعم 24 ساعة ولا تسعة مني. وأنا أول، أنا أعلم أن سالم يخطي بعض الأحيان، ما في ولا واحد منكم سكى. يا سالم ممكن تهدأ، يا سالم ممكن خلاص تعدل أسلوبك مع. أنا مثلا أخطيت يوم الأيام على... دقيقة يا فايز، أخطيت يوم الأيام على سالم، خلاص المرة الثانية بحاول أمسك نفسي وأمسك. يا سالم الله يرضى عليك، ما أبغى أخطي عليك مرة ثانية. أنت أخطيت علي أول مرة وأنا للأسف أخطيت عليك، نبغى نوقف هذا الموضوع. كل مرة تحاولون تسقطون على بعض بطريقة أو بأخرى. على العموم يقول أنا أولهم، يعني هو يقول وانا اول. هو يقول وانا اول. إيه؟ هل تعلم تدري فين الخلل؟ تدري فين الخلل؟ ان سالم مسكي ما هو زي فيصل، وخالد ما هو زي سلطان الراجحي، والدهمي ايش اسمه الدهمي ابراهيم، ابراهيم ما هو زي فيصل الشمري يوم طلع يتكلم على المسرح. لا هذا ولا يقدر يتكلم عليهم ويهوزهم بالعصا، وسالم كل من جاء على ما قيل حتى يتكلم عليه. هذا ايش اسمه القريني، كل من جاء تكلم عليه عادي متعب بالرقعان يمسحهم. يجيك يا اخي انت متناقض، يوم تكلم خالد وتكلم الدهمي تقول مزح امزح معهم، بس يوم طلع فيصل يتكلم في نفس الموضوع تقول لا والله جد. تسمح لي اتكلم؟ سلطان تكلم في نفس الموضوع، تسمح لي اتكلم؟ تفضل. ابراهيم انا اقصد ابراهيم، ابراهيم انا مو معه جده بعد، جده جده لابعد الحدود، انا دني بيتحملني. وخالد خالد انا اول شيء هو ما نقصده جدا، انا اقصد ابراهيم. اقصد جدا واقصد ابراهيم. يا ما حد يهدم عيا نفسك، لا تقول ما كذا وكذا. ابراهيم انا مو معه جدا جدا بعد، انشده بعد انشده اسمه. ما انشده يا حبيبي، ما انا ما علي، انا لا تكون علي يا أخي. انا علي من الصوره النمطيه، انا علي من الشاشه، ما علي من مزحك ولا علي من ضحكك مع بعض. لما بقول الخير انا قدام الشاشه، انا لو امزح مع اخوي في البيت وفي الاستراحه هل بمزح معه قدام شاشه كذا؟ لا يا فايز عشان نعرف اسمه بعدين يجيك يقول ما احنا. والله العظيم يا فايز فهمتك. طيب عطني التبرير اللي بخاطرك وانا بعطيك اياه، عطني التبرير اللي بخاطرك. وفي مجلس الرجال وفي العزائم وفي العروس ما هو كذا يا فايز، وهو جاء بالعصا. صل على النبي، والله اللي داري ما هو كذا، لكن عطني التبرير اللي بخاطرك وانا بعلمك. لا لا يبغى يقول ايوه هذا. لا 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 والله العظيم لا اعطيك الصدق، والله العظيم عشان اقهرك زياده فايز. بعد ما اقفلكم شنو بعطيك التبرير؟ ها بعد ما اقفلكم في الشروق. والله يا علي ما فهمتك، ما فهمتك. قاعد ما اسمع شغله، اقسم بالله انها قمه المعذره، والله قمه المهزله اني انا اطلع انا يا يا يا, يا انسان اشوف الجمهور قالب علي واجمع خوياي واجيبهم على المسرح وابغى اناقشهم في موضوع سيء، نحن النسخه سيئه ونحن لازم نتعدل طبيعي. والمشكله ترى حتى فيصل ترى ادري يقوم انه يرد، يقوم الطقطوقي ويقول جيب العصا جيب العصا جيب العصا، اجلس يمس 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 يمس. طيب قلنا امنا بالله يمزح، باخذها يمزح، يطلع بعدي رجال عرفت، وقبلي رجال يتكلمون ياخذهم جدي. ما ادري هل اللي قبلي موضوع اقوياء شخصيات، شخصياتهم قويه لا هذول شخصياتهم ضعيفه ولا ما ادري. عد موضوع فيصل، عد موضوع فيصل وشوف ايش قال فيصل وشوف ايش قالوا. لا مو بنفسه، لا مو بنفسه. طيب لا مو بنفسه، في فرق. ازيدكم سعر البيت، فيصل ترى اعطاهم كلمه قسما بان انا وقف شعر راسه قال ايوه وقال كلمه فيصل. ايش قال؟ قال فيصل انتم الحين تتكلمون عن ابجديه الاعلام وتركتوا ابجديه المرجله، تقاطعون الرجال في سالفته. شفت ابدا خلوني اكمل كلامي وسالفتي. كلهم سكتوا ما قدروا ولا واحد تكلم عليه حرف واحد. هذه رساله لو قالها خالد والابراهيم دخلوا في حل. اسمعني هذه رساله للي هوز اخوياه بالعصر، تعلم الاساسيه. حاضر طال عمرك ابشر يا ابو معيان، تحت امرك طال عمرك. تبي شيء غير ذا الكلام؟ شكرا. والله انا ما ابغى شيء انا، اذا انت شوف هل انت تسير ولا مخير؟ لا والله انا مخير. الصح اذا انت مخير اختر الطريق الصح، ما ولد مسير كان اود لك الطريق الصح. تحت امرك بس. حاضر انت يا علي عطني التبرير يا علي. شكرا. اذا قلت لك بعطي ويقول بعدين يقول وانا مخير وهو ينتظرني اقول وينتظرك تقول. اعطيك هذه النسخه مستفزه يا شيخ. شوف التبرير اللي انا ابغاه في بالي هو الصحيح، خالد وابراهيم كان طريقه حديثهم غلط بس. تمام موجود كلام فيصل
عطنا خالد القحطاني. طيب طلع لي جزء من كلام فيصل. عطنا خالد القحطاني لكم شروم بعدين. اي وطلع خالد القحطاني لكم شروم يا شباب. ابغى شباب. بعد ابغى خالد، ابغى خالد في لكم شروم وطلعوا لي حديث فيصل الشمري. تمام؟ يا اخي شوف هي هي مسألة عظيمة. تكون واضح بيطلعونكم شروم. بيطلعون